الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل شرح عمدة الفقه في هذا اليوم الاثنين 18 من جماد الأولى من عام 1441 للهجرة، وكنا قد وصلنا كتاب الرضاع. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع معناه في اللغة مص اللبن من الثدي. الرضاع هو مص اللبن من الثدي، واصطلاحا مص من دون الحولين لبن آدمية. مص ما دون الحولين لبن آدمية، وقولنا من دون الحولين هذا بناء على قول جماهير أهل العلم أن اللبن المحرم لا بد أن يكون في الحولين، ولا بد أن يكون لبن آدمية. فإن كان لبن حيوان كلبن بقر مثلا هذا لا يكون محرما. قال المؤلف رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، وهذا مجمع عليه. وهذا الحكم مجمع عليه، حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. قد أجمع العلماء على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبقا ذكرنا بالأمس أنه يثبت بالرضاع أربعة أحكام. من يعدها لنا مرة أخرى الأحكام التي تثبت بالرضاع؟ نعم، النظر والخلوة والمحرمية، لا، وتحريم النكاح. أحسنت. إذن يثبت بالرضاع أربعة أحكام: تحريم النكاح والمحرمية وإباحة النظر والخلوة، ولا تثبت به بقية الأحكام الأخرى، ولا تثبت به النفقة ولا الدية ولا الولاية ولا صلة الرحم. فلا يجب على الإنسان أن يصل أمه من الرضاع ولا أخته من الرضاع، لكن المروءة تقتضي ذلك. وأيضا لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، لكن تثبت به فقط هذه الأمور الأربعة: تحريم النكاح والمحرمية وإباحة النظر والخلوة فقط. وأيضا ذكرنا الأمس أن التحريم للمرتضع إنما ينتشر لفروعه فقط، ولا ينتشر لأصوله ولا لحواشيه. وبناء على ذلك، هل يجوز لأبي المرتضع أن يتزوج هذه المرأة المرضعة لابنه؟ يجوز. هل يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج هذه المرضعة؟ نعم يجوز، ويجوز أن يتزوج بناتها. فإذا أخ المرتضع لا علاقة له بالرضاع. بعض العامة يفهم أن أخ المرتضع أنه يكون أخا من الرضاع، وهذا غير صحيح. أخ المرتضع ليس له علاقة، إنما تثبت المحرمية بالنسبة للمرتضع نفسه فقط ولفروعه. فهذا المرتضع يكون ابنا لهذه المرضعة، ويكون أخا لأبنائها ولبناتها، وتكون أخوات هذه المرضعة بالنسبة له ماذا؟ خالات. وإخوانها يكونون أخوال، أخوال من الرضاع، وهكذا. القاعدة الشرعية في هذا: يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه. هذا الرضيع يكون ابنا لهذه المرضعة، ويكون زوجها الذي ثاب اللبن بوطئه يكون أيضا أبا له من الرضاع. وإخوانه، إخوان هذا الزوج، ماذا يكونون بالنسبة لهذا الرضيع؟ أعمامه من الرضاع. قال: فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب.
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لها بنتا لهما، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، يعني لهذه المرضعة ولهذا الزوج الذي ثاب اللبن بوطئه، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي يعني مباشرة بأن التقم هذا الطفل ثدي هذه المرأة ورضع، أو وجور، والوجور هو ما يصب في الفم، بأن تحلب هذه المرأة اللبن من ثديها وتضعه مثلا في كأس ونحوه ثم تسقيه هذا الطفل فيكون لبنا محرما، أو سعوط، والسعوط هو ما يوضع في الأنف، لو افترضنا مثلا أن هذا الطفل أدخل لبن هذه المرأة عن طريق أنفه فيكون محرما. إذا دخل اللبن إما بمص هذا الطفل مباشرة أو بوضعه عن طريق الفم وهو ما يسمى بالوجور، أو بوضعه عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالسعوط، فإنه يكون محرما. قال محضا كان أو مشوبا، يعني محضا خالصا أو مشوبا، يعني خلط بغيره، كان يخلط بماء مثلا، إذا لم يستهلك، أي إذا لم يكن ما خلط به كثيرا بحيث يغلب عليه اسمه، فيسمى هذا المجموع المختلط يسمى ماء ولا يسمى لبنا، هذا لا يكون محرما، لكن ما دام يسمى لبنا فهو محرم. وهذا يقودنا إلى ما يسمى ببنوك الحليب، وهذه موجودة في بعض البلاد الغرب، بنوك الحليب يجمعون حليبا من آدميات، هذه البنوك لا تجوز ولا يجوز التعامل معها، وذلك لأن حليب هذه الأمهات سيختلط ولا يدرى من هي الأم لهذا الطفل، فلا يجوز التعامل مع هذا النوع من بنوك الحليب. ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط الرضاع المحرم، شروط الرضاع المحرم، وذكر ثلاثة شروط. قال ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، أن يكون لبن امرأة، فلا يكون لبن حيوان، كان يكون مثلا لبن بقر مثلا، هذا لا يكون محرما، قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون هذا اللبن ثاب عن حمل، من أين أخذنا هذا؟ من قوله بكرا، أحسنت، والبكر لم توطأ ولا يكون اللبن ثاب عن حمل، وهذا القول هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يشترط للبن المحرم أن يكون ثاب عن حمل، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة، أن يكون اللبن ثاب عن حمل. وعندما نظر لهذين القولين، أما من قال إنه لا يشترط أن يكون اللبن ثاب عن حمل وهو ظاهر كلام المؤلف، فاستدل بعموم الأدلة ومنها قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال هذه أم أرضعت، ولم يشترط الله عز وجل أن يكون اللبن ثاب عن حمل. وأما القائلون بأنه يشترط أن يكون لبنا ثاب عن حمل، قالوا إن هذا هو اللبن الحقيقي، أما اللبن الذي لا يثوب عن حمل فهو مجرد رطوبات وليس لبنا حقيقيا. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه يكون محرما مطلقا سواء ثاب عن حمل أم لا لعموم الأدلة. وأما قول أصحاب القول الثاني بأنه ليس لبنا حقيقيا وإنما هو مجرد رطوبات فغير مسلم، بل هو لبن حقيقي وفيه خصائص اللبن،
فهذه دعوة غير صحيحة. ويتفرع عن الخلاف في هذه المسألة مسألة معاصرة يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها، وهي أنه في الوقت الحاضر أصبح أنه بالإمكان أن تعطى المرأة غير المتزوجة سواء كانت بكرا أو كانت أرملة أو مطلقة، تعطى هرمونات تدر الحليب، تتناول هذه الهرمونات على شكل عقاقير ويدر ثديها باللبن من غير وطء، من غير أن يكون هذا اللبن ثابع عن حمل. فمعنى ذلك أن هذا اللبن سيخرج من البكر وسيخرج من الأرملة وسيخرج من المطلقة. فلو افترضنا أن بكرا أخذت هذه الهرمونات ودر ثديها وأرضعت طفلا 5 رضعات فأكثر، هل يكون هذا الرضاع محرما؟ يجري فيه الخلاف في هذه المسألة. فعلى القول الأول الذي مشى عليه المؤلف نعم يكون محرما، وعلى القول الثاني قول من قال بأنه يشترط أن يكون اللبن ثابعا حمل لا يكون محرما، ونحن رجحنا القول الأول وهو أنه لا يشترط في اللبن أن يكون ثابعا حمل، وعلى ذلك فيكون هذا اللبن محرما ولو كان بسبب هرمونات. المهم أنه لبن، المهم أنه لبن ثابع عن هذه المرأة بغض النظر عن كونه عن حمل أو ليس عن حمل، هو لبن، فيدخل في عموم قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال فأما لبن البهيمة فإن هذا لا يحرم بالإجماع، مثل لبن البقر الذي أصبح الآن مصنعا. الآن اللبن الذي يعطى يعني الأطفال ويباع هو لبن بقري مجفف، فهذا لا يحرم بالإجماع. أو الرجل، كيف لبن الرجل؟ هل الرجل يخرج منه لبن؟ نعم؟ لا. بعضهم تعرف أحد يخرج منه لبن؟ الأخ يقول أعرف. نعم. أي نعم. طيب معنى ذلك أن هذا ممكن، ممكن أن يخرج. أحيانا يزيد هرمون عند الرجل، كل إنسان فيه هرمون ذكري هرمون أنثوي، فأحيانا يرتفع الهرمون الأنثوي عند الرجل فيتسبب في تضخم أثدائه ويدر اللبن، فهذا إذن ليس أمرا مستحيلا، ممكن. فلو افترض أن هذا الرجل أرضع طفلا فلا يكون لبنه محرما لأنه ليس لبنا طبيعيا. أو الخنثى المشكل، الخنثى المشكل، هل أحد منكم رأى خنثى مشكل؟ اللي رأى خنثى مشكل يرفع يده. خنثى مشكل، نعم رأيت، تقول بآلتين. نعم نعم. الأخ الكريم يقول أنه رأى، هو في الحقيقة في وقتنا الحاضر أصبح نادرا، وذلك بسبب تقدم الطب، لأن هذا الخنثى المشكل يمكن الكشف عليه بالأشعة، فإن كان عنده مبيض فهو أنثى وإن كان عنده خصية فهو ذكر، فأصبح من السهل اكتشاف هل هو ذكر أو أنثى، ننظر هل عنده خصية أو مبيض. ولذلك التعريف الذي ينبغي أن يقال في وقتنا الحاضر للخنثى المشكل هو من اجتمع عنده الخصية والمبيض، وليس من كان عنده آلتان. تعريف القديم للفقهاء من كان عنده آلتان هذا بناء على الإمكانات الموجودة في زمنه، لأنه أحيانا آلة الذكر تنضمر وآلة الأنثى تتضخم، فهي ليست بدليل قاطع لا على أنه ذكر ولا على أنه أنثى، وإنما الدليل القاطع هو الخصية للذكر والمبيض للأنثى. فبهذا نستطيع أن نحصر الخنثى المشكل في من اجتمع عنده الخصية والمبيض، وهذا أندر من النادر إن لم يكن معدوما أن يجتمع لديه خصية ومبيض، هذا أندر من النادر. ولذلك كثير من الخنثى ما يسمى خنثى مشكل، ومثل ما ذكر الأخ يقول يبلع بآلتين، هذا لو أجريت عليه أشعة لعرفنا أنه ذكر أو أنثى مباشرة. الآن الأشعة يعني أصبحت علما مستقلا بذاته، أصبح هناك أطباء متخصصون في الأشعة، أصبحت الأشعة المقطعية التي تصور الخلايا، ما بالك بالخصية والمبيض.
فبإمكان عن طريق الأشعة نعرف أنه ذكر أو أنثى. إذا كان عنده خصية هو ذكر، إذا كان عنده مبيض فهو أنثى. فينحصر الخنثى المشكل فيما اجتمع عنده الخصية هو المبيض، وهذا أندر من النادر إن لم يكن معدوما. فالمؤلف يقول لو افترض أن هناك خنثى مشكل در لبنا لا يكون لبنه محرما. هناك اعتقاد عند بعض العامة أيضا أن حقن الدم أنه يحرم كاللبن، وهذا غير صحيح، هذا لا أصل له. الدم ليس له علاقة بالتحريم، لكن هذا معتقد عند بعض العامة لا أصل له. الشرط الثاني قال الثاني أن يكون في الحولين، أن يكون رضاع الطفل في الحولين. وذكر المؤلف الدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فلا بد أن يكون في الحولين، أما بعد الحولين لا يكون هذا الرضاع محرما. الشرط الثالث قال الثالث أن يرتضع 5 رضعات. وذكر المؤلف الدليل لقول عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. فكان في القرآن كانت هذه الآية أنها 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخت إلى 5 رضعات. هل في القرآن آية فيها أن 5 رضعات يحرمنا؟ لا. إذن يكون هذا من أي نوع من أنواع النسخ؟ نعم نسخ، نعم، لكن هو كانت 10 ثم نسخت إلى 5. قالت تأمل قول عائشة فصار أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا. فهذا من قبيل نسخ اللفظ، ونسخ الحكم أيضا بالسنة، من قبيل نسخ الحكم بالسنة، لأن 5 رضعات هذه بالسنة، إنما وردت بالسنة. طيب هنا استشكل بعض العلماء قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كيف الأمر على ذلك؟ يعني لأن النسخ كان متأخرا، فلا زال بعض الناس يظن أن الحكم لا زال على 10 رضعات. فالذي استقر عليه الأمر أن المحرم هو 5 رضعات، والرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي فيشرب منه ثم يدعه من تلقاء نفسه باختياره، فهذه رضعة. فإذا التقمه مرة أخرى ولو بعد وقت يسير فهي رضعة ثانية، وهكذا. أما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ثم ارتضع فهي رضعة واحدة. والمرجع في اعتبار الرضع هو العرف، والعرف يدل لذلك. فهذه إذن هذه الشروط الثلاثة هي شروط الرضاع المحرم، نعيدها مرة أخرى. الشرط الأول أن يكون لبن امرأة، الشرط الثاني أن يكون في الحولين، الشرط الثالث أن يكون 5 رضعات فأكثر. قال ولبن الفحل، والفحل هو زوج المرأة الذي أرضعت اللبن، زوج المرأة التي أرضعت الطفلة بلبن جاء بسبب حملها من هذا الرجل، لبن الفحل محرم. فقال وفرع المؤلف على هذه المسألة مسألة أخرى، قال فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، ويعني أرضعت الأخرى طفلة، صار أخوين، لأن اللقاح يعني لهاتين الزوجتين واحد. لو كان الرجل امرأتان أرضعت إحداهما طفلا وأرضعت الأخرى طفلة يصبحان أخوين من الرضاع، من أي شيء؟ من الأم أو من الأب؟ من الأب، من الأب، لأنهما زوجتان، زوجة وزوجة، يكون أخوان من الأب. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 صارت بنتا له دونهما. يعني صورة هذه المسألة
هذا رجل عنده زوجتان، إحدى زوجتيه أرضعت طفلة 3 رضعات، والزوجة الثانية أرضعتها 2 رضعات، فتكون هذه البنت بنتا للرجل، لكن هل تكون بنتا للزوجة الأولى؟ لا، لأنها ما كملت 5 رضعات. هل تكون بنتا للزوجة الثانية؟ لا، لأنها لم تكمل أيضا 5 رضعات. وهذا يصح أن يلغز به، فيقال: ما هو الذي له أب وليس له أم؟ له أب وليس له أم. هذه مسألة، نقول رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل 3 رضعات، وأرضعت الثانية هذا الطفل 2 رضعات، فهو له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، فيصح أن يلغز به. فنضم هذا اللغز، اللغز الذي ذكرناه بالأمس، من يذكره اللغز أمس؟ متى يعتد الرجل؟ هذا هو اللغز الثاني، هذه تسمى يعني ألغاز فقهية، يعني يذكرها بعض العلماء، هناك من صنف فيها، هناك من صنف فيها مصنفات. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن تفريعات نادرة الوقوع، بل إنها في وقتنا الحاضر تكاد تكون معدومة غير موجودة. قال: لو كانت هذه يعني الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزم نصف مهرها، ثم تكلم عن هذه المسألة وفرع تفريعات يعني مفترضة، كلها افتراضية، أن تكون إحدى الزوجتين كبيرة والثانية طفلة. يعني هذه المسألة أن تكون الطفلة هذه التي أرضعت، أرضعتها زوجتاه، تكون زوجة له، تكون هذه الطفلة زوجة له، فإنه ينفسخ نكاحها ويلزمه، لأنها تصبح بنته من الرضاع، ويلزمه نصف مهرها لأنه فارقها قبل الدخول، ويرجع به عليهما يعني على زوجتيه أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى نادرة الوقوع إن لم تكن معدومة في وقتنا الحاضر، قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة يعني التي هي زوجة له 5 رضعات 3، ثم ذكر عدة تفريعات بقية هذا الفصل يعني في مسائل مفترضة افتراضا، وأيضا حتى الفصل الذي بعده كلها مسائل مفترضة، ويعني الانشغال بها ربما يكون على حساب مسائل أكثر أهمية منها. وما دام المتن قد وزع عليكم يكتفى فيها بعبارة المؤلف، إن كان بقي عندنا وقت في الدورة رجعنا لها، وإلا فتكفيكم عبارة المصنف رحمه الله حتى لا يكون ذلك على حساب مسائل أهم. وفقه السلف رحمهم الله أنهم كانوا يركزون على الواقع، وكان إذا سأل السائل يقول السائل: هل وقع؟ فإن قال لا قالوا: حتى تقع. هذا هو العلم النافع والفقه النافع الذي يفيد طالب العلم. ولذلك سنتجاوز هذه المسائل المفترضة، والتي كلها فيما لو كان إحدى زوجتيه طفلة والثانية كبيرة وأرضعت الكبيرة الطفلة، وما الذي يترتب على ذلك من أحكام، وهذه كما ذكرنا يعني مفترضة ولا تقع. طيب، قال في آخر هذا الفصل: ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها. لو تزوج امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، ينفسخ نكاحها، لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه، وإذا انفسخ نكاحها يترتب على ذلك ولها المهر إن كان قد دخل بها، ولها نصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاط حقها فلزمه إقراره، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، لأنها صدقته في أن النكاح فاسد فلا تستحق به المهر. وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينه، فهي امرأته في الحكم، يعني امرأته حكما، فلا يقبل قولها بفسخ النكاح، لأن الزوجية حق ثابت عليها، فلا يقبل قولها على الزوج في إسقاط حق عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. وهذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله تعالى ليبينوا أحكام أنكحة الكفار وحكم تزوج المسلم الكافرة والعكس، ويفردون هذه المسائل بباب لأهميتها.
قال لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، المسلمة لا يجوز أن تتزوج كافرا. طيب حتى لو كان هذا الكافر كتابيا، حتى لو كان، إنما العكس هو الذي يجوز أن المسلم يتزوج كتابية، أما المسلمة لا يجوز أن تتزوج الكافر ولو كان كتابيا. طيب إذا كان زوج المرأة لا يصلي البتة، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، هل يحل لها أن تبقى معه؟ نعم لا يجوز، لا يحل، يفرق بينهما لقول الله عز وجل هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لأن من ترك الصلاة بالكلية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والله عز وجل قال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، دليل على أن من أضاع الصلاة ليس بمؤمن. لكن إذا كان يصلي أحيانا، وهذا هو حال معظم المقصرين في الصلاة، أنهم يصلون أحيانا الجمعة، يصلون في رمضان، ما يتركونها بالكلية، فإذا كان يصلي أحيانا فلا يكفر على القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم، لكنه يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هو على خطر عظيم لكن يبقى في دائرة الإسلام ولا ينفسح عقد النكاح، لا ينفسخ عقد النكاح. قال ولا لمسلم نكاح كافرة، يعني غير كتابية، نكاح كافرة غير كتابية، ولهذا استثنى المؤلف الكتابية قال إلا الحرة كتابية، المسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة غير كتابية كالبوذية مثلا أو الوثنية أو المجوسية، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وهذا بالإجماع. قال إلا الحرة الكتابية، إذا قيل الكتابية ما المقصود بالكتابية؟ اليهودية أو النصرانية، هذه يجوز للمسلم أن يتزوج بها لقول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، فأباح الله تعالى لنا أن نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. لكن ما المراد بالإحصان هنا؟ العفة، العفة، فإذا كانت هذه الكتابية لا تتورع عن الزنا أو عن اتخاذ الخليل أو الصديق هذه لا يجوز المسلم يتزوج بها، لكن لو كانت عفيفة وهي كتابية فلا بأس يتزوج المسلم بها، ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل، على أن الأفضل والأحسن أن لا يتزوج بكتابية، لأن هذه الكتابية ستكون أما لأولاده، وتأثير الأم على الأولاد كبير، فربما يتسبب ذلك في انحراف أولاده عن الإسلام. ولهذا عاتب عمر رضي الله عنه بعض الصحابة الذين تزوجوا بكتابيات وأرشدهم إلى طلاقهن، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا حرام، هذا أباحه الله في القرآن، وإنما ننص على سبيل النصيحة والإرشاد من يريد أن يقدم على ذلك بأن يقال أن هذا فيه خطورة على أسرتك، لأن هذه ستكون أمة لأولادك وربما تؤثر على أولادك من بنين وبنات، ربما تحرفهم عن الإسلام. فإن قال قائل أن الآن النصارى خاصة كثير منهم غير متمسك بدينه، يعني بعضهم أشبه بالملاحدة والعلمانيين، هل للمسلم يتزوج بهذه الكتابية بهذه الصفة؟ نعم، نقول إذا كانت هذه المرأة ديانتها نصرانية وتنتسب للنصرانية وتمارس بعض الطقوس أحيانا النصرانية فهي من أهل الكتاب،
هي من أهل الكتاب. أما انحرافها فالانحراف موجود عندهم من قديم. الله تعالى الذي أباح نكاح أهل الكتاب نساء أهل الكتاب هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هل هناك أعظم من هذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم منحرفون من قديم، ومع ذلك أباح الله تعالى لنا نساءهم. ما دامت هذه المرأة تنتسب لأمة يهودية أو نصرانية فالأصل أنه يباح الزواج بها، هذا هو الأصل. قال ومتى أسلم زوج كتابية، يعني فهما باقيان على نكاحهما، لأنه يجوز للمسلم ابتداء أن يتزوج بكتابية، فاستدامة هذا النكاح يجوز من باب أولى. أو أسلم الزوجان الكافران معا فهم على نكاحهما أيضا، لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لأن في هذه الحال إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال أيضا. فإن كان بعد الدخول، قال وإن كان ذلك يعني إسلام أحد الزوجين بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، يعني ما دام في العدة، ما دام في العدة، لأن كثيرا من المشركين أسلموا قبل زوجاتهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم. فمثلا أبو سفيان أسلم قبل زوجته، كذلك أيضا عبد الله بن أبي بن أمية وعدد من الصحابة. فما دام أن العدة باقية فهم على بقاء النكاح إذا أسلم الطرف الثاني أثناء العدة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أسلم الطرف الآخر قبل الدخول أو بعده أو حتى بعد العدة ولم تتزوج المرأة أنها ترجع إليه بالنكاح الأول. المهم أن عندهم أنها لم تتزوج، هو أسلم وزوجته لم تسلم، يقولنا ترجع إليه مهما كان حتى لو كان بعد العدة ما دامت لم تتزوج. واستدل أصحاب هذا القول بقصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زينب من المعلوم أنها مسلمة، ولما زوجها لم يسلم بقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة سنوات، قيل 7 سنوات، ثم أسلم زوجها فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الأول ولم يجدد العقد، لم يجدد العقد بعد، مع أن بعد 7 سنوات. وهذا يبين لنا قوة هذا القول. وكان قد أبو العاص بن الربيع أسر يوم بدر فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك مراعاة لابنته، خاطر ابنته. ثم بعد ذلك أسلم، حسن إسلامه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب عليه بالنكاح الأول. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، اختاره جمع محققين من أهل العلم، أن المرأة ما دامت لم تتزوج فترد إلى زوجها بالنكاح الأول إذا أسلم، من غير حاجة إلى تجديد عقد النكاح ولو بعد خروجها من العدة، لكن لو جدد العقد كان ذلك أحوط. قال وإلا تبينا، يعني إن لم يسلم الكافر من الزوجين في العدة أن النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما نظرا لاختلاف الدين. وما سمي لها وهما كافران يعني من المهر فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وذلك لأن تصرفات الكفار في عقودهم ومهورهم لا يتعرض لما فعلوه بل يقرون عليه. فلو أن مثلا زوجين أسلم جميعا يقران على العقد، والله عز وجل قل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماذا بعد ذلك؟ سيصل نار ذات لهب وامرأته، فأثبت الله عقد الزوجية
مع أنها كافرة وزوجها كافر، ومع ذلك قال وامرأته، هذا يدل على أنهم يقرون على عقودهم، فالكفار يقرون على عقودهم. قال وإن لم تقبضه، يعني إن لم تقبض المهر حتى أسلمت وهو حرام، يعني نفترض أن هذا المهر أنه خمر أو خنزير، فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك، يعني أنه يلغى المهر المحرم ويكون لها مهر المثل إن كان الزوج قد دخل بها، أما إن كان فارقها قبل الدخول فلها نصف المهر. هذه خلاصة في حكم أنكحة الكفار. ألحق المؤلف بذلك فصلا قال وإن أسلم الحر وتحته إماء، يعني مملوكات لغيره قد تزوج هو بهن فأسلمنا معه هؤلاء الإماء، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء. وقد سبق أن ذكرنا أن الحر يحل له أن يتزوج الأمة بشرطين، ما هما هذان الشرطان؟ نعم، أن لا يستطيع طول الحرة يعني مهر الحرة، والثاني أن يخاف العنة على نفسه الزنا، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات يعني الحرائر، ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. طيب، وكان إذن ممن لا يحل له نكاح الإمة كأن يكون مثلا واجدا لمهر الحرة أو لا يخشى على نفسه الزنا، انفسخ نكاحهن يعني هؤلاء الإماء لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحهن فلم يجوز له الاستمرار معهن. وإن كان ممن يحل له نكاحهن يعني تحقق في حقه هذان الشرطان أمسك منهن من تعفه، لأن الله أباح ذلك، قال فمن فتياتكم المؤمنات يعني من الإماء، ويحمل ذلك على من تعفه منهن واحدة أو أكثر ويفارق سائرهن. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح يختلف عن شروط النكاح، شروط النكاح الأربعة التي تكلمنا عنها بالأمس، من يعدها لنا مرة أخرى؟ شروط صحة النكاح، نعم، تعيين الزوجين، رضاهما، الولي والشاهدان، هذه شروط صحة النكاح. طيب هنا الشروط في النكاح، ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم، طيب من يوضح أكثر؟ نعم، هذا أحد الفروق. نعم نعم، ما الفرق؟ نعم، مثل شروط البيع والشروط في البيع، شروط الوقف والشروط في الوقف. فشروط النكاح هي الشروط التي يتوقف عليها صحة النكاح، وهي من الشارع، الولي مثلا هذا من الشارع، لا نكاح إلا بولي. أما الشروط في النكاح فهذه لا يتوقف عليها صحة النكاح، ويضعها الزوجان ولو لم توجد النكاح صحيح بدونها، مثل أن تشترط المرأة على الزوج أن يسكنها في بيت مستقل مثلا، هذه من إنشاء الزوجة، الزوجة هي التي اشترطت. فإذا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، الشروط في النكاح لا يتوقف عليها شروط صحة النكاح، لكنها يحق لمن شرطت له أن يفسخ إذا لم يوفي الطرف الآخر بهذا الشرط. شروط النكاح من وضع الشارع، الشروط في النكاح من وضع الزوجين، هذه أبرز الفروق. طيب الشروط في النكاح، قال إذا اشترطت المرأة دارها، ذكر المؤلف أمثلة لشروط الزوج على الزوج، أيهما الغالب، الزوج يشترط على الزوجة أو الزوجة تشترط على الزوج؟ الزوجة هي التي تشترط على الزوج، الغالب أنها الزوجة، لأنها يعني ترى أنها هي الجانب الأضعف، هي التي تشترط على الزوج. لكن هل يصح أن الزوج يشترط على الزوجة؟ يصح، لكن غالب يعني عمل الناس على أن الزوجة هي التي تشترط. قال فإذا اشترطت المرأة دارها، يعني أن لا تخرج من دارها، تبقى في دارها والزوج تردد عليها، هذا شرط صحيح. أو اشترطت أن يسكنها في بيت مستقل، هذا شرط صحيح. أو اشترطت بلدها أن لا تخرج من بلدها، تزوج بها في مكة واشترطت أنها ما تخرج من مكة، هذا شرط صحيح. أو أن لا يتزوج عليها، اشترط الزوج على الزوج أن لا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح؟ نعم،
طيب هل فيه فائدة للمرأة أو ليس لها فائدة؟ فيه فائدة كبيرة، لأن انفراد المرأة بالزوج من أعظم مصالحها، ووجود ذرة معها لا شك أنها تنكد حياتها وتشترك معها في هذا الزوج، وهذا من أكبر يعني ما ينقص حياتها عليها، ففيه فائدة. ولذلك فهذا الشرط شرط صحيح، لو علمت به النساء لبادرت كل امرأة إلى اشتراطه. هذا الشرط شرط ألا يتزوج عليها شرط صحيح. فإن قال قائل هل يتضمن هذا الشرط تحريم ما أحل الله؟ الله تعالى أباح للرجل يتزوج بأربع، كيف تشترط المرأة ألا يتزوج عليها وتقولون هذا الشرط صحيح؟ فما الجواب عن ذلك؟ فهمتم السؤال؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. نقول هذا الشرط لا يحرم على الزوج أن يتزوج عليه، يجوز أن يتزوج، لكن تستفيد المرأة منه أن الزوج إذا لم يوفي بهذا الشرط وتزوج عليها يكون لها الحق في طلب الفسخ من غير أن تبذل عوض مباشرة. هذه فائدة، الفائدة من هذا الشرط. لكن الزوج له أن يتزوج، فلا يتضمن هذا الشرط تحريم ما أحل الله، لكن تستفيد الزوجة منه أن الزوج إذا لم يوفي به وتزوج عليها أن لها الحق في أن تطلب الفسخ من غير أن تبذل عوضا، بينما لو لم تشترط هذا الشرط على الزوج لم يكن لها الحق في طلب الفسخ. وإذا أرادت أن مفارقة الزوج لابد أن تبذل عوض، وهو ما يسمى بالخلع سيأتي كلام عنه. فهذه هي الفائدة من هذا الشرط، ولذلك هو شرط صحيح ولا يتضمن تحريم ما أحل الله. الزوج يباح له أن يعدد، لكن إذا لم يوفي بهذا الشرط فلا الحق في طلب الفسخ. وهكذا أيضا ألا يتسرى يعني بالإمة، قال فلها شرط، يعني هذا الشرط صحيح. طيب إذا اشترطت المرأة أن يطلق ضرتها، رجل خطب امرأة قالت أنا أقبل بشرط أن تطلق زوجتك، فهل هذا الشرط صحيح؟ هذا شرط غير صحيح، شرط غير صحيح، وإن كان بعض الفقهاء الحنابلة صححه، لكن القول الراجع أنه غير صحيح، لأن في هذا إضرارا بهذه المرأة وكسرا لقلبها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإنما سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع الأسف موجود عند بعض العامة، يتقدم رجل لخطبة امرأة فتقول وافق بشرط أن تطلق زوجتك، هذا لا يجوز، وهذا الشرط شرط غير صحيح وتأثم به. أيضا من أمثلة الشروط الصحيحة إذا اشترطت مثلا أن تبقى في وظيفتها مثلا فهو شرط صحيح، اشترطت زيادة في المهر، اشترطت كل ما فيه غرض صحيح لها فهو شرط صحيح. طيب ما فائدة وثمرة هذا الشرط؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال قال وإن لم يفي به يعني بهذا الشرط فلها فسخ النكاح، يعني من غير أن تبذل عوضا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، اتفق عليه. ولم يذكر المؤلف شرط الزوج على الزوجة، لأن الغالب أن الشرط يكون من الزوج على الزوج وليس العكس، ولذلك أعرض المؤلف عنه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن بعض الأنكحة المنهي عنها، وابتدأها بنكاح المتعة، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو يتزوجها إلى أجل، يعني الزواج المؤقت، يتزوجها لمدة شهر أو مدة شهرين أو مدة أسبوع أو مدة عشرة أيام، هذا نكاح المتعة، وكان قد أبيح ثم نسخ ذلك فحرم فهو محرم. فنكاح المتعة أجمع أهل السنة على تحريمه، خالف في ذلك ابن عباس أولا ثم راجعه الصحابة واشتد عليه علي رضي الله عنه حتى رجع، وأجمع الصحابة وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة، فلا يجوز أن يكون النكاح مؤقتا، النكاح من شأنه التأبيد، فلو اتفق على هذه المرأة يتزوجها لمدة يوم أو يومين أو مدة شهر أو شهرين هذا هو نكاح المتعة وهو محرم ولا يجوز. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك،
لأن هذا الشرط يمنع من استدامة وبقاء النكاح فيكون كنكاح المتعة. أما النكاح بنية الطلاق تكلمنا عنه بالأمس وقلنا هو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جوازه، والسبب في ذلك ما هو؟ الغش والخداع فقط. لولا الغش والخداع لقلنا بجوازه، لأنك لا ترضى بأن يتقدم رجل لابنتك أو أختك وقد عزم على أن يطلقها بعد مدة، ولو فعل ذلك ثم طلقها وتبين لك أن هذا الرجل قد عزم على طلاقها لا عددته غاشا مخادعا، ولم ترضى هذه المرأة ولا وليها بهذا. فإن قال قائل إنه في بعض الدول يرضون، يعلمون بأن هذا الزوج سيطلق ويرضون بذلك، نقول إذن هذا نكاح متعة. إذا رضوا إذا علموا بأن سيطلق ورضوا بذلك هذا نكاح متعة ومحرم. وإذا لم تعلم فإن المرأة السوية لا ترضى بذلك، وبهذا يعتبر هذا فيه غش وخداع لهذه المرأة فلا يجوز. لكن إذا كان الرجل مثلا عنده ظروف كان يكون في عمل أو مبتعث أو نحو ذلك، نقول تزوج ولا تنوي الطلاق، لا تنوي الطلاق، ربما ترغب في هذه المرأة، إذا نويت الطلاق خدعتها، أنت لا تنوي الطلاق، فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ونهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ما معنى الشغار؟ وضح المؤلف الشغار، قال وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. وليس بالضرورة أن يكون ابنته وإنما موليته، لو أن المؤلف قال موليته لكان أعم، لقد يكون مثلا يتفق على يزوجه أخته، على يزوجه الآخر أخته، فهذا نكاح الشغار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو محرم، لأن فيه إضرارا بالمرأة وامتهانا لها، كأنه جعل هذه المرأة سبيلا لقضاء وطره وقضاء شهواته، يقول زوجي ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وتكون الضحية هاتان البنتان. فإذا كان لا مهر لهما فهو محرم بالإجماع، لكن لو جعل بينهما مهرا قال لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجني ابنتك وكل منا يدفع الصداق، فقد اختلف العلماء هل يعتبر هذا من الشغار المحرم أم لا على قولين. القول الأول أنه لا يعتبر من الشغار المحرم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ظاهر كلام المؤلف، لأنه قال ولا صداقة بينهما. والقول الثاني أنه يعتبر من صور الشغار المحرم، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بأثر ورد عن عثمان عن معاوية رضي الله عنه أنه أمر بالتفريق بين رجلين أنكح كل منهما الآخر ابنته وقد جعل بينهما صداقا، وقال معاوية هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع. وعلى ذلك فلا يجوز أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته حتى ولو كان بينهما الصداق. طيب، فإن قال قائل قد أحيانا يرغب الإنسان يتزوج بنت هذا والآخر يرغب يتزوج ابنته، فما الحل؟ ما هو الحل؟ كل منهما يرغب في أن يتزوج بنت الآخر. أحسنت، ألا يكون ذلك على سبيل الشرط، هو الإشكال في الشرط. يقول لا بأس، ونكاح الأصل الإباحة، لكن لا تجعل ذلك على سبيل الشرط، لا تقول لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوج ابنتك، لا أزوجك أختي إلا بشرط أن تزوج أختك. فإذا جعلته على سبيل الشرط هذا هو الشغار المحرم، لكن لو وقع ذلك من غير شرط فلا بأس. قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ما معنى المحلل والمحلل له؟ المؤلف وضح هذا، قال وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها فهذا محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وجاء في بعض الروايات تسميته بماذا؟ بالتيس المستعار.
فهو محرم، وقد أجمع الصحابة على ذلك، سواء كان ذلك بطلب من الزوج المحلل أو كان ذلك على سبيل العرف أو حتى كان من تلقاء نفسه. يعني رجل طلق امرأة الطلقة الثالثة، أفتاه العلماء بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، له جار أو قريب أو صديق أخذته العاطفة، قال أريد أن أتزوجها ثم أطلقها حتى تحل لك، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ما دام بنية التحليل لزوجها. لكن إذا قصدت المرأة أولية التحليل دون الزوج، المرأة هي التي ذهبت واتفقت مع رجل حتى يتزوجها ثم يطلقها لترجع لزوجها الأول، أو أن وليها هو الذي فعل ذلك، فما الحكم في هذا؟ نعم، محرم، محرم أو يجوز؟ الصورة مرة أخرى أن هذه المرأة لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة ندمت وذهبت وقصدت رجلا، لكنها نوت في قرارات نفسها أنها ستطلب الطلاق منه حتى ترجع لزوجها الأول، أو نوى وليها ذلك، فهل هذا يدخل في صورة التحليل المحرم؟ لا، ما علم، يعني هي نوات وزوجها هذا ما يعلم، لو علم أصلا ما قبل. لكن لا، نعم، إذن النية من المرأة فقط، المرأة ندمت ووافق، خطبها رجل ووافقت لكن بقصد أن يحللها لزوجها الأول، فتريد أن تبقى معه ثم بعد ذلك تطلب منه الطلاق وتعود لزوجها الأول، فهذه النية من المرأة هل يعني تدخل في صور التحليل المحرم أو أنها جائزة؟ نعم، أحسنت، نقول هذه المرأة النية من المرأة غير مؤثرة. إذا نقول إذا قصدت المرأة أوليها التحليل دون الزوج فلا يؤثر في العقد ولا يعتبر من صور التحليل المحرم. ويدل لذلك قصة المرأة التي طلقها زوجها رفاعة 3 تطليقات ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وكان من نيتها أنه يطلقها حتى ترجع لزوجها رفاعة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت بعباءتها، فقال أبو بكر انظروا إلى هذه المرأة لا تستحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ وعليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس في رأسه، عرف مقصودها، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وانتشر الخبر، مثل هذه الأخبار تنتشر بسرعة، انتشر الخبر فعلم بذلك عبد الرحمن بن الزبير، فأتى ومعه ابنان وقال يا رسول الله إنها لكاذبة وإنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان؟ قال هما ابناي، قال لهما أشبه بك من الغراب للغراب، يعني مع ذلك أن عنده قدرة على الوطء وتزوج وله ابنان، لكنها تريد أن ترجع لزوجها الأول. وجد دلالة أن هذه المرأة نكحت عبد الرحمن بن الزبير لأجل أن ترجع لزوجها الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، لكن بيّن أنها لا تحل حتى يطأها عبد الرحمن بن الزبير ويطلقها ثم بعد ذلك يتزوجها زوجها الأول رفاعة. وأيضا علل الموفق بن قدامة لذلك في المغني، قال الموفق بن قدامة قال نية المرأة ليست بشيء، نية المرأة يعني في التحليل ليست بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعن الله المحلل والمحلل له، ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج لأنه هو الذي إليه المفارقة والإمساك، وأما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء. إذن نية المرأة أو حتى نية الولي لا أثر لها، حتى لو نوت المرأة، افترض أنها نوت وزوجها الثاني رفض أن يطلق، هو الذي بيده العصمة، لا تملك شيئا. ولهذا أخذ بعض الفقهاء ضابطا من هذه المسألة
فقالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. من لا فرقة بيده يعني مثل المرأة لا أثر لنيته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. هذه العيوب إذا وجدت في أحد الزوجين فيفسخ بها النكاح، ويترتب على ذلك أن المهر يرد للزوج إذا كان لم يدخل بها، وتفاصيل أخرى سنذكرها فيما يترتب على الفسخ. لكن نريد أن نذكر قبل أن ندخل في هذه العيوب، المؤلف ذكر أمثلة، نريد أن نذكر أولا الضابط ثم نطبقه على هذه الأمثلة. الضابط في العيوب التي يفسخ بها النكاح: كل عيب ينفر الزوج من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح. كل عيب ينفر الزوج، كل عيب ينفر أحد الزوجين، كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح، يكون للطرف الآخر الخيار في طلب الفسخ. فهذا هو الضابط، أن يكون العيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يتحقق به مقصود النكاح. طيب، المؤلف ذكر أمثلة، قال: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا ولم يكن يعلم بذلك، لا شك أن هذا عيب، فهذا له فسخ النكاح. أو وجد أحد الزوجين الآخر مجنونا، أو معه مرض نفسي، مرض نفسي، رجل تزوج امرأة ثم تبين أن هذه المرأة معها مرض نفسي شديد، معها جنون أو معها انفصام في الشخصية، هذا عيب. أو أبرص، البرص أيضا ينفر أحد الزوجين من الآخر. أو مجذوما يعني به مرض الجذام، هذا أيضا عيب من عيوب التي يفسخ بها النكاح. أو وجد الرجل يعني المرأة رتقاء، والرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودا. أو وجدته يعني المرأة وجدت الزوجة مجبوبا يعني مقطوع الذكر، فله يعني لمن وجد هذا العيب بصاحبه فسخ النكاح، لأن هذه العيوب تمنع من الاستمتاع المقصود بالنكاح وتمنع المقصود من النكاح. فالجنون يثير نفرة في النفس تمنع من الاستمتاع بهذه المرأة مثلا، أو المرأة تستمتع بالرجل ويخشى من ضرره على الطرف الآخر، وهكذا البرص والجذام ونحو ذلك. قال: إن لم يكن علم بذلك قبل العقد. أما إن كان علم بذلك قبل العقد سقط حقه في الفسخ، لكن قال: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. إذا قال الفقهاء في كتب الفقه حاكم، ماذا يقصدون به؟ القاضي. لا، القاضي إذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي، فقوله بحكم حاكم يعني بحكم القاضي، لأنه فسخ مختلف فيه، ولأن القاضي لابد أن يتأكد من وجود العيب ومن كون هذا العيب مما يوجب الفسخ، ويحتاج إلى نوع اجتهاد، وهذا يكون عن طريق القاضي. قال: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها. ما معنى عنين؟ نعم نعم، يعني لا ينتصب ذكره، ليس عنده قدرة على ذلك، ليس عنده قدرة على الوطء لعدم انتصام الذكر، هذا يسمى عنين. فاعترف أنه لم يصبها يعني لم يجامعها، أجل سنة منذ ترافعه، يمهل سنة كاملة منذ الترافع. فإن لم يصبها يعني مدة سنة خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. وإنما قال الفقهاء سنة، يقولون حتى تمر عليه فصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف، يقول أنه قد يعجز عن الوطء في الشتاء لكن يقدر في الصيف أو في الربيع أو في الخريف، وهذا كلام الفقهاء فيما سبق. أما في وقتنا الحاضر فيمكن التأكد من العنة أو عدمها عن طريق الطب في الوقت الحاضر بشكل قاطع، ولا يحتاج إلى أن ينتظر سنة، فيمكن أن يطلب من الطبيب أن يتأكد، الطبيب بنفسه يستطيع عن طريق الأشعة وعن طريق الفحوصات أن يعرف هل عنده عنة أم لا، بقياس الهرمونات، هرمونات
يعني المسؤولة عن ذلك هذه يعرفها أهل الاختصاص من الأطباء، فيستطيع الأطباء في الوقت الحاضر أن يحددوا هل هو عنين أو ليس بعنين، فلا حاجة لأن ينتظر سنة. والفقهاء السابقون الذين ذكروا أن ينتظر سنة معذورون، لأن هذا هو غاية ما يمكنهم في وقتهم. أما في وقتنا الحاضر فيرجع لرأي الأطباء المختصين، لكن لا بد أن يكون التقرير من طبيبين عدلين فأكثر، لا يكفي طبيب واحد، لا بد من طبيبين عدلين فأكثر، لأن الطبيب الواحد مظنة الخطأ قد يخطئ، فلا بد أن يكون من طبيبين عدلين فأكثر. فإذا أثبت الطبيبان عدلان في تقرير طبي أن هذا الرجل عنده عنة وغير قادر على الوطء، فإن القاضي يفسخ النكاح مباشرة من غير حاجة إلى الانتظار مدة سنة كاملة. قال: إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، فيسقط حقها في الفسخ. هذا يحصل أحيانا، أحيانا يأتي الرجل يكون عنده عنة أو يكون كبيرا في السن، ويأتي لهذه المرأة ويخبرها بأنه ليس عنده قدرة على الوطء لكن يريد امرأة تخدمه، فإذا علمت بذلك ووافقت ثم بعد ذلك غيرت رأيها وأرادت أن تفسخ العقد ليس لها ذلك، أو قالت رضيت به عنينا في وقت ثم غيرت رأيها فليس لها الفسخ، ليس لها طلب الفسخ. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، إن علمت بأنه عنين بعد العقد لكنها سكتت سكوتها لا يسقط حقها، وذلك لأنه خيار لدفع ضرر المتحقق فكان على التراخي، ولأن المرأة قد تعلم بذلك فتستحي وربما ترجو أن تزول العنة عنه، فكونها تسكت ليس دليلا على إسقاط حقها إلا إذا صرحت، إذا صرحت برضاها به هنا يسقط حقها بذلك. ولهذا عند العلماء قاعدة وهي: لا ينسب لساكت قول. وإن قال يعني الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته لما رفعت قضية على هذا الزوج بأنه عنين، قال الزوج هي تعلم بأني عنين ورضيت، إن كان هناك بينة فالقول قول الزوج، أما إن لم يكن هناك بينة تثبت صحة كلام الزوج فالقول قول الزوجة، فالقول قول الزوجة لكن مع يمينها بأنها لم تعلم بعنته. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، يعني حتى لو حصل الجماع مرة واحدة لم يكن عنينا، وعلى ذلك مجرد الضعف لا يوجب الفسخ، إذا كان عنده قدرة لكن عنده ضعف فهذا لا يوجب فسخ النكاح. طيب ماذا تفعل المرأة إذا كان مثلا هي يعني هذا الزوج لا يعفها، عنده ضعف لكنه عنده قدرة على الوطء، هنا لها الحق أن تطلب الخلع، أما إذا كان عنينا لا حاجة للخلع، يفسخ مباشرة من غير خلع. قال: وإن ادعى ذلك، يعني ادعى أنه جامعها فأنكرته، فهنا ننظر إن كانت عذراء يعني بكرا أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وفي وقتنا الحاضر ترى الطبيبة المختصة لتنظر هل البكارة لا زالت موجودة أم لا، فإن قررت الطبيبة المختصة بأن بكارتها لا تزال موجودة فمعنى ذلك أن القول قولها. لكن الإشكال إذا كانت ثيبا وادعى هو أنه جامعها وهي أنكرت ولا بينة، هل نقول القول قول الزوج أو نقول القول قول الزوجة؟ هنا يقول المؤلف: وإن كانت ثيبا فالقول قوله بيمينه، هنا يغلب جانب الزوج لأن هذا الأمر يتعذر إقامة البينة عليه، والأصل مع الزوج لأنه يدعي سلامته من العيوب، والأصل السلامة، وهي تدعي أن به عيبا ولم تستطع أن تثبت ذلك، فالقول قول الزوج لكن بيمينه. قال: فصل. ويقاس على هذه العيوب كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح، لكن إذا كان العيب يسيرا هذا لا يضر، إذا كان العيب يسيرا ولا يحصل به يعني لا 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 ينتفي به مقصود من النكاح لا يضر. مثل ماذا العيب اليسير؟ نعم، أن يجد مثلا الزوج تساقطا في شعر المرأة مثلا، هل هذا يقتضي الفسخ؟ ما يقتضي الفسخ. أو تجد الزوجة صلعا مثلا في الزوج،
هذا عيب يسير لا يقتضي الفسخ، هذه عيوب يسيرة. إذا العيوب التي يفسخ بها العقد هي التي يحصل بها نفرة أحد الطرفين من الآخر ولا يحصل بها المقصود من النكاح، مثل العنة، مثل البرص، مثل الجذام، مثل الجنون، مثل المرض النفسي. أما العيوب اليسيرة المحتملة التي لا تمنع من تحقق مقصود النكاح هذه لا تضر. طيب آخر فصل معنا في هذا الدرس، قال: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه. هذا فيما يتعلق بالرقيق، المرأة إذا كانت رقيقة وزوجها رقيق ثم إنها عتقت، فهنا تخير بين أن تبقى مع الزوج أو لا تبقى معه. والدليل لذلك قصة بريرة مع مغيث، فإن بريرة كانت أمة وزوجها مغيث رقيق، وكان يحبها حبا شديدا، ثم إنها كاتبت أسيادها لكي تكون حرة، وأعانتها عائشة رضي الله عنها، أعطتها إعانة فعتقت بالمكاتبة. لما عتقت بالمكاتبة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو أن ينفسخ العقد، فاختارت انفساخ العقد، فخرج زوجها مغيث يبكي في الطرقات ودموعه تسيل على خديه، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون إلى مغيث مع بريرة، هو يحبه حبا شديدا ويتكره كراهة شديدة. وهذا يدل على أن المحبة قد تكون من طرف واحد. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بريرة وأشار عليه، قال: هو زوجك ويحبك محبة شديدة، والآن خرج في الطرقات ودمعه يسيل على خده. قالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشير؟ انظر أيضا إلى عقلها، قال: لا بل أشير. قالت: لا حاجة لي به. انظر إلى هذا الإصرار العجيب، مع أن هذا الزوج متعلق بها ويحبها محبة شديدة، لكن يظهر أنها تكره كراهة شديدة. هذا يدل على أنه أحيانا قد يكون الحب الشديد من طرف والكراهة الشديدة من الطرف الآخر، كما حصل لمغيث مع بريرة، فهذا كان من العجائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام احترم قرارها، لما قالت لا حاجة لبي قال: إذن ينفسخ العقد. وهذا الحكم مجمع عليه لشهرة هذه القصة. قال: ولها فراقه من غير حكم حاكم، يعني لا يحتاج الأمر إلى حكم قضائي مباشرة. فإن اعتق قبل اختيارها يعني بطل خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بعتقه، أو وطئها بطل اختيارها. يعني لو أن هذه المرأة عتقت ثم وطئها هذا الزوج، معنى ذلك أنه وطئها قد رضيت به، وإلا يفترض أنها ما تمكنه من نفسها فيبطل خيارها. وإن اعتق بعضها فلا خيار لها لأنها لم تكمل حريتها، أو اعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأن حينئذ تكون قد كافأت زوجها في الحرية فلم يثبت لها الخيار. ونقف عند كتاب الصداق ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.